أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس التقنية التي أقدمها على قناتي على يوتيوب. في هذا الدرس سنتكلم عن طبعا بالنسبة لمستخدمي أوبنتو أو مستخدمي لينكس بشكل عام، وحتى مستخدمي الخدمة في أجهزة أخرى أو أنظمة أخرى مثل الماك وويندوز، بمعنى آخر مستخدمي خدمة التخزين السحابية من أوبنتو أوبنتو وان. طبعا توقفت الخدمة ومعك حتى آخر هذا الشهر اللي هو 30/6 حتى تقوم بسحب جميع ملفاتك وبياناتك من الخدمة قبل أن يتم إغلاقها. طبعا بنعرف أنه ممكن يكون عملية تنزيل صعبة، تنزل على جهازك ترفع على موقع سحابي آخر، لكن الآن بإمكانك أنك تسجل دخولك لأوبنتو وان قبل 30/6 أو قبل نهاية الشهر الجاري بمعنى أصح، وتقوم بنقل ملفاتك بدون تنزيلها على الجهاز لخدمة أخرى. راح نشوف هسه كيف. أول شيء تسجل الدخول في خدمة أوبنتو وان login.opentou.com. اوكي، زي ما تلاحظ هي خدمة أوبنتو وان. بعدها بتقوم بتسجيل الدخول زي ما شفتوا. طبعا هذا الحساب بتاع أوبنتو بشكل عام هو أوبنتو وان. اللي هي عفوا 1.opentou.com. إذا عنوان الخدمة 1.opentou.com، راح تلاحظ راح يطلع لك مسج إنه الخدمة سوف يعني تلغى، تعمل ساين إن. طبعا راح يحولك هو على العنوان اللي دخلنا عليه قبل شوي، عشان هيك دخلني هون فورا. عندك طبعا خيار إنك تنزل جميع ملفاتك إما بصيغة tar.gz، وهو يعني عبارة عن يعني تحزيم خاص بمستخدمي لينكس، أو بصيغة ZIP. طبعا هو طبعا معروف ZIP والRAR اللي هو الرير اللي هو بيكون مستخدمي ويندوز، وفي عندك برضو صيغة ZIP لمستخدمي الماك. هذه بالنسبة لخيارات التنزيل انك تنزل على جهازك، لكن هناك عن طريق خدمة mover.io بامكانك انك تنقل ملفاتك مباشرة لخدمة سحابية اخرى. تكبس على الرابط الموجود هون mover.io، راح يحولك الموقع ل mover.io. ننزل لتحت نختار transfer for free. Mover offers full support to all Ubuntu One users. طبعا هذا الأوفر فقط لمستخدمي Ubuntu One، إنه تنقل ملفاتك من خلال هذه الخدمة مجانا. تحط على try mover، تحط for personal use. طبعا إذا ما عندكش حساب على الخدمة بدك تنشئ حساب، تكتب البيانات المطلوبة منك. هون بالنسبة لكلمة السر ممكن من خلال لاست باس، في درس قدمته خصوصي عن لاست باس، تنشئ كلمة سر عشوائية وتستخدمها، أو تكتب كلمة السر الخاصة فيك. نحط على create now
هسه بنقولنا ل application.move.io. طبعا بيتم التحضير لنقل الملفات زي ما تلاحظوا loading connectors بيقوم بالاتصال. select source نختار select source ونختار Ubuntu 1 نحط له next راح يطلب منك البيانات الخاصة بخدمة الأوبنتو وان. طبعا أنا عشان يحافظ زي ما قلت لكم كلمات السر كلها بحساب لاست باس تسجيل شوي حتى انا اخذ كلمة السر. الان نتابع بعد ما حطينا اليوزر وحطينا الباسورد نحط add this connector. طبعا لاحظوا هون بحطلع لك transfer out of Ubuntu 1 are free يعني انه المجاني عملية النقل ل Ubuntu 1. هسا نحط هون عالدائرة هاي تختار الملفات اللي تنقلها اذا حاب تنقل الملفات كلها او بدك تنقل بعض الملفات. اذا حاب تنقل الملفات كلها بتحط على الدائرة اللي هون Ubuntu 1. بتختار الان الخدمة اللي حاب تنقل عليها هذه الملفات. تحط هون نيو. طبعا هاي الخدمات المتوفرة اللي ممكن تنقل عليها. بالنسبة لي مثلا بفضل ون درايف. ممكن تختار جوجل درايف ايضا اذا تحب. في عندك هون اوكي فطلع لك هون سكاي درايف حط له اد ذيس كونكتر. طبعا هسه بدك تسجل اكيد دخولك في الون درايف عشان ينقل الملفات عليه. يطلع لك هل تريد السماح لهذه الخدمة طبعا عندك تعطيها صلاحية انها تقوم بنقل الملفات من Ubuntu 1 ل لون درايف. طبعا هسه ننتظر هون الموافقة. بتلاحظ انه اوكي ون درايف هذا ماكسيموم فايل سايز ليميت. هون بطلع لك ملاحظة انه هو عنده يعني ليميت معين انه بس بسمح ب 120 ميجا بايت. هذا من ضمن سياسة سكاي درايف او ون درايف. بالنسبة لمستخدمي الون درايف ليميت نمبر تو 500 ميجا بايت كل اربع ساعة كل ست ساعات. اوكي نحن هسه ممكن انه ننشئ فولدر جديد
نسميه هون Ubuntu One عشان ننقل الملفات الجديدة عليه. حط اوكي. هي اضاف Ubuntu One. بنحط هون Ubuntu One. طبعا هون بصير يظهر لك انه الحين الملفات هاي بتظهر لك اياها بنفس الترتيب. اذا راح ننقل الملفات الان بعد هيك بنحط ممكن انك تاخذ منها ارشيف نسخة ارشيف صيغة زد اي بي قبل عملية النقل. الان نحط له ران. وننتظر حتى يقوم عليك نظر. طبعا نحط له ران this transfer now. هسه الان هيك بقوم بعملية النقل. success your transfer has been بمعنى انه قمت عملية النقل بنجاح. طبعا حنخلي الصفحة فاتحة هون عشان نشوف قديش الملفات اللي نقلها واحجامها حتى تتم عملية النقل كاملة بنجاح. اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، بتمنى ان يكون قد نال اعجابكم ويسهل عليكم عملية نقل ملفاتكم من Ubuntu One. طبعا انت بتقدر تحاول انك تنقل لخدمة غير One Drive، كذا بيكون تسمح لك ان بحجم ملفات اكبر من 500 ميجا. يعني شوف الخدمة المناسبة لك من ضمن الخيارات الموجودة واختار الخدمة اللي بتشوفها انسب لك حتى تنقل ملفاتك عليها. اذا كان هذا درسنا اليوم، بتمنى يكون قد نال اعجابكم. حتى الحين موعد درس جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.